السلطة الحاكمة في ذلك الوقت كان عندها حساسية شديدة تجاه أهل البيت وتجاه شيعة أهل البيت. في التاريخ أكو هاي الرواية أظن مروية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، إذا كان يقال للرجل إنه زنديق يعني كافر، أحب إليه من أن يقال له إنه شيعي وموالي لأهل البيت. الحجاج إذا كان يسمع كلمة كافر ما كان يتأثر، ولكن إذا كان يسمع كلمة شيعي أو موالي لأهل البيت كانت تثيره هذه الكلمة. مثل الآن تجدون في العراق إذا مسيحي يمر ما عندهم شغل به، إذا موالي لأهل البيت يمر يقطعون رقبته بجرم أنه موالي لأهل البيت. إذا الإمام كان يريد أن يقوم بمؤسسة تربوية صارخة في اليوم الأول كانت تغلق، ولكن هذا العمل تربية الموالي والعبيد أي مظهر ما كان، ولذلك لم يستلفت انتباه السلطة الحاكمة.